حضرتك ازيك يا شهد؟ عندك مؤتمر هنا؟ لا ابدا، انا بس كنت جاي عايز اتكلم معاك شويه. خير، اللهم اجعله خير. هو في ايه؟ أمينة تعبانة. انت عاملة المناحة دي عشان أمينة تعبانة؟ عندها ايه يعني؟ احنا مالنا؟ بعدين يعني هو حضرتك جاي من القاهرة لإسكندرية عشان تقولنا ان أمينة تعبانة؟ لا، عشان انت تقدري تساعديها. وانا هساعدها بايه؟ انكم تبقوا مع بعض، تعيشوا اخوات. مش بس كده يا عز، انا لسه ما كملتش كلامي. أمينة عندها لوكيميا، يعني سرطان في الدم، وجايز جدا نحتاج نعمل لها عملية زرع نخاع. عالية مطابقة ليها بنسبة كبيرة قوي، بس للأسف عالية صحتها ضعيفة ووزنها قليل، يعني ممكن ما تبقاش متبرع مناسب. انت بقى الأمل، ولو انه أمل ضعيف شوية. ودي ما فيهاش خطورة عليها؟ خالص، ده زي نقل الدم بالظبط، بس عملية معقدة شوية، ما فيهاش أي خطورة، ما تخافيش. على كل حال، إذا قررنا نعمل ده فأنا هبقى أقول لكم كل التفاصيل. مين بقى دول قررنا؟ صح، عندك حق. إذا أنت قررتي إنك أنت تساعدي أختك وتعملي التحاليل، على كل حال أنا شايف إنه لسه بدري على موضوع زرع النخاع ده، بس أنا دايماً بحب أرتب نفسي بدري. طيب أنت لسه ما شربتش أي حاجة؟ أو ما أعمل لك قهوة عشان نعرف نقعد نتكلم؟ لا معلش، أنا لازم أمشي على طول، بس يا ريت لو تجيبي لي كوباية مية. حاضر. أنا شفت خضتك على أختك وده مطمني. لا أنا مش مخضوضة عليها، أنا مخضوضة منها، هي جت هنا بقى عشان كده. أمينة ما تعرفش أي حاجة، حتى التحاليل اللي عملتها عالية ما حدش يعرف عنها أي حاجة. حتى التحاليل إذا أنت وافقتي أو ما وافقتيش تعمليها برضه ما حدش هيعرف عنها أي حاجة، لأن أنا مش عايز أمينة تعرف حاجة عشان ما تتعشمش على الفاضي. على كل حال يا شهد، أنا مش عايز رد منك دلوقتي، أنا بايت هنا في اسكندرية. فكري براحتك، وإذا وافقت تعملي التحليل هاجي بكرة الصبح وهنتكلم في كل حاجة. ولو أنا بقى ما وافقتش أعمل التحاليل، حضرتك بقى هتسافر من برا برا؟ خلاص يا شهد، عمك جاي من السفر وتعبان، خليه يستريح وبكرة نتكلم. وبعدين هو مش صاحب الشأن، هو جاي يبلغنا بس. جميل، يبقى صاحب الشأن بقى يجي بنفسه يطلب اللي هو عايزه. انت ما بتفهميش، تجيلك ازاي؟ بقولك تعبانة ولسه خارجة من المستشفى. مش أمها بخير برضو؟ خلاص، الست نادية هنا بتشرفنا هنا وتطلب اللي هي عايزاه بنفسها، وساعتها بقى نشوف هنعمل ايه.